والحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم قف أم ببين همه کش داشون و دف کردم بدن بابا مونده رو خاکم و رحمت الله و برکاته الهی و سیدی و عزتک و جلالک لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك داد ميزنم من دوست دارم پیغمبرت به ما گفت احب الله من احب حسینا الهی و سیدی ان كنت لا تغفر الا لأوليائك واهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك منو يا جاي نبري مغير باشه منو يا جاي نبري شمر باشه وانا والله اعلم ان سرور نبيك احب اليك من سرور عدوك.